93% هي نسبة المنشآت الممتثلة لتجيل المستفيد الحقيقي من إجمالي 565 ألف منشأة مسجلة بوزارة الاقتصاد. جاء ذلك خلال الإحاطة الإعلامية لوزارة الاقتصاد وشركائها حول مواجهة غسل الأموال والمستفيد الحقيقي. المزيد في تقرير الزميل فيصل الحماتي. منظومة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الدولة هي منظومة رائدة وتقوم على دعائم متكاملة تشمل البنية التشريعية من قوانين ولوائح وقرارات. هذا ما أكدته وزارة الاقتصاد خلال الإحاطة الإعلامية الثانية للوزارة في هذا الشأن والتي عقدت صباح اليوم بمقر الوزارة بدبي. وضمت الإحاطة وزارة الاقتصاد ومتحدث من اقتصادية دبي، وذلك لتوضيح كافة الأمور المتعلقة بالمستفيد الحقيقي ومواجهة غسل الأموال. عندنا ملف الرقابة على الأعمال والمهن اللي هي تخضع تحت رقابة وزارة الاقتصاد، وأيضا الملف الثاني هو ملف المستفيد الحقيقي، حيث قامت وزارة الاقتصاد بحملة لجمع بيانات المستفيد الحقيقي بالتعاون مع جميع مسجلي الشركات في الدولة، سواء كانت مناطق حرة غير مالية ودوائر محلية. هذه الإحاطة سلطت الضوء على أهمية الإجراءات المتبعة للمستفيد الحقيقي، حيث تساهم في تطوير أنظمة الحوكمة والإفصاح عن بيئة الأعمال بالدولة. وأسفرت الإحصائيات عن امتثال 93% من إجمالي المنشآت بالدولة والبالغ عددها 565 ألف منشأة. نحن عندنا في الدولة ما يقارب 565 ألف منشأة بين موزع بين في الدولة داخل الدولة ومناطق الحرة غير المالية. مثل ما قلت نسبة الالتزام 93، وتعتبرها النسبة جدا ممتازة. نحن أكيد لما نوصل إلى 100% قبل نهاية الشهر القادم، ولكن نحن 93 وصلنا إلى نسبة مريحة. الآن في قرارات صدرت من قبل مع مجلس الوزراء الموقر فيما يتعلق بالجزاءات للمنشآت الغير ملتزمة، تم إيقاع طبعا قرار مجلس الوزراء المتعلق بالجزاءات الإدارية، رتب الجزاءات إلى 3 مراحل. المرة الأولى يكون إنذار، المرة الثانية يكون غرامة مالية، المرة الثالثة غرامة مالية مع إيقاف، وإذا ما التزمت يتم شط الرخصة. غسيل الأموال هو كل معاملة مالية أو مصرفية تهدف إلى إخفاء أو تغيير هوية الأموال المتحصلة بطرق غير قانونية، وذلك بتمريرها عبر النظام المالي والمصرفي لكي تظهر على أنها نابعة من مصادر شرعية، ومن ثم إعادة ضخها واستثمارها بشكل قانوني مغاير لحقيقتها. وهنا تأتي أهمية تسجيل المستفيد الحقيقي لتلافي أي نوع من الشكوك وعدم الشفافية بين المنشأة والجهات الرقابية.